لا لما اتعرض بيطول. عليك فكرة انك تكون رقم واحد في الجهاز الفني، ما جاش على بالك انه انا لسه صغير، لسه محتاج خبرات؟ في بعض الناس اللي كانت ممكن تشوفها ريسكي شوية، مجازفة، ما فكرتش في ده؟ وانت بالعكس، يعني انا شفت ان انت مسكت في الفرصة واستفدت منها اكيد يا كابتن محمد، بس ده ما قلقكش في الاول؟ والله هو صغير، يعني في مصر بس بقول صغير، يعني في مدربين 34 سنه و36 سنه قاموا بدور الراجل الاول. يعني انا شايف ان يعني 43 سنه وشهر واحد الجاي 44 سنه، يعني انا شايف ان سن مناسب جدا جدا. ما خدش فرصه دلوقتي، يعني ما فيش، يعني في مصر بالذات اخدين فكره كبيره جدا ان المدرب لازم يبقى شعره ابيض ومخضرم عشان خاطر يمسك فرقه. بالعكس، بس يعني اعتقد برضه حليم، خلينا نتكلم بكل امانه، الفتره اللي فاتت في، لا وهنتكلم في الملف دي شويه، في بعض اللاعبين الصغيرين بيطلعوا، لكن خلينا نتكلم على حرس الحدود نفسه. حرس الحدود انا شايف ان كان موسم متذبذب جدا، وعايز اسمع منك انت ايه الاسباب الحقيقيه لسقوط حرس الحدود للممتاز به. والله الاسباب كتير طبعا. احنا بعد طبعا توقف كبير جدا بسبب جائحه كورونا، 4 شهور ونص، فتره اعداد 5 اسابيع غير كافيه تماما للاعب المصري. كابتن هاني حضرتك عارف الكلام دوت، يعني ده على الكل برضه، على الكل. انا مع حضرتك، يعني ده مع كل، مع ناس عندها امكانيات بشريه كبيره، يعني لعيبه. احنا مشكله ما جبناش لعيبه صراحه في اول الموسم، يعني التحضير لاول الموسم ما كانش اللعيبه يعني كان عندنا اعداد قليله جدا، وكانت اعارات كتيره برضو، 7 8 اعارات اثروا طبعا على الفرقه. لما مشوا دلوقتي، يعني انا دلوقتي هقول لحضرتك ان معايا، انا هاجي لك انت هتعمل ايه الفتره المشكله جايه، يعني ماتشات كل يومين او كل 3 ايام، ما معكش عدد من اللاعبين، دي بتاثر بشكل كبير جدا. لما تعتمد على نفس اللعيبه 14 15 لعيب بتلعب مثلا ماتش كل 3 ايام وكل يومين، دي بتاثر بشكل كبير جدا. اثرت علينا بشكل كبير جدا، اضافه طبعا لعدم التوفيق في ماتشات كتيره جدا. حضرتك شفت يا كابتن هاني، يعني ماتشات كتير جدا، يعني ليك هتتخيل بلعب مباراه الاتحاد او الاسماعيلي وبعدين الاتحاد، بيجي لي 5 ضربات جزاء ما بكسبش الماتشين، 5 ضربات جزاء في ماتشين، بضيع 3 ضربات جزاء في يوم ما بكسبش الماتشين، بيخش فيها اهداف في الدقيقه 97 ببقى كسبان 1-0، اتعادل 1-1، ابقى متعادل 1-1 يخش فيها جون في الدقيقه 97 مع نادي المقاولين، 2-2 ورا بهاجم هكسب وليا ضربه جزاء يخش فيها جون في الدقيقه 97 برضو. كنت حاجات غير طبيعيه، يعني ممكن تموت اي مدرب يعني.